الشيطان هو السمسار للفاحشة، وهو القواد، هو القواد للفواحش. فينتهز خلوة الرجل مع امرأة لا تحل له. فكيف بالذين يقولون الآن إن المرأة لا يشترط لها، يجوز لها أن تخلو مع الرجل، ويجوز أن تسافر بدون محرم، ويجوز لها أن تخلع الحجاب إلى غير ذلك مما ينادون به. قطع الله ألسنتهم وأراح المسلمين منهم، فإنهم الآن على قدم وساق في تخليص المرأة من الأحكام الشرعية، وجعلها مثل المرأة الغربية الكافرة. ولكن لا أتم الله لهم مقصودهم، وردهم في غيظهم وكبتهم وأخزاهم، فهم الآن كما تعلمون في حملة شعواء، يريدون أن يخلصوا المرأة من الأحكام الشرعية، ويسمون هذا التحرير، حرية المرأة. بل هذا هو عين الرق، الرق للشهوة. أما تقيدها بالأحكام الشرعية فهذا هو الحرية الذي يخلصها من الرق، من رق الشهوة ورق شياطين الإنس والجن. هذا هو الحرية في الحقيقة، أنها تتحرر من دعاة السوء ومن دعاة الضلال. أما إذا خلعت الحجاب وخلعت الضوابط الشرعية فإنها تكون رقيقة للشيطان، لشياطين الإنس والجن، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبلوا برق النفس والشيطان. هذا مقصودهم.